بالنسبة للصلاة على الجنازة، الأصل فيها أنها فرض على الكفاية، ومعنى فرض على الكفاية أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. من فيكم اليوم راح المقبرة يرفع إيده؟ واحد. زين، من فيكم اليوم ما راح المقبرة يرفع إيده؟ زين، الجنائز اللي صلوا على المقبرة صحت الصلاة ولا ما صحت؟ أنتم ما حضرتوا ترى؟ صحت بدونكم؟ صحت بدونكم، أنا معاكم ترى ما رحت اليوم. زين، فصحت بدوننا، صحت بدوننا، إذا الذين أدوها يكفون. فهذا معنى فرض كفاية. منهم فيكم ما صلى العصر اليوم؟ ليش؟ لأنه فرض عين. منهم فيكم صلى العصر اليوم يرفع إيده؟ نعم، لأنها فرض عين. فرض عين، إذا يجب علينا جميعا أن نصليها. منهم فيكم أذن المغرب اليوم؟ أذن. واحد في كل مسجد، صحيح؟ لكن الذين صلوا كثر. فالأذان يسمونه فرض كفاية. معنى فرض الكفاية أنه إذا أداه البعض سقط عن الباقي. صلاة الجنازة كذلك. فالإنسان إذا ذهب إلى الجنازة ليصلي عليها، فإذا وصل وقد صلوا عليها خلاص كافي، يكفون اللي صلوا عليها. إذا هو يقول أنا ودي أصلي على الجنازة، أنا رايح متعني قريب لي أو صديق أو كذا وصلت الناس عليها وأنا تأخرت، صل عليها، لكن صلاتهم كانت كافية، لكن لك أن تصلي. طيب، نأتي للمتأخر الذي يأتي إلى صلاة الجنازة وقد بدأت وفاتته تكبيرة أو تكبيرتان أو أكثر، المهم أن دخلوا في الصلاة. فهنا إذا سلم الإمام له أن يسلم مع الإمام ويكفي، اللي صلوا فيهم بركة، اللي صلوا فيهم بركة خلاص انتهى، وله أن يكمل ولو حملت الجنازة. لو شالوا الجنازة هو يكمل بمكانه صلاته، يدعو اللي هو التكبيرة الثالثة، شوف كم تكبيرة فايتته، يكمل ولو حملت الجنازة. الحالة الثالثة أن يقطع ثم ينتظر بعد أن تدفن يأتي يصلي عند القبر، سواء مع الذين سيصلون أو حتى وحده. وضحت الآن؟ إذن له ثلاث حالات، إما أن يسلم معهم وتكفي صلاتهم، وإما أن يكمل ولو حملت الجنازة، وإما أن يقطع يسلم معهم يعني ثم يعيد الصلاة على الجنازة بعد دفنها.